هو طبعا بلا شك يعني الشيء الان اللي بيحصل يعني هو يعني الليله الحريه والتغيير تسير اربعينيه، المجلس العسكري بكره يعمل لقاء وين وكذا، افتكر دي كلها يعني اشياء ما بتساعد في البيئه التفاوضيه، لانه انا بفتكر انه الشيء اللي بعمله ده الهدف منه ان اي واحد عايز يعني يدي مجال او يدي انطباع عنه هو الممسك على الامور وهو القوي وهو كذا، افتكر دي ما هي مصلحه البلد. يعني انا اتوقع انه عقلاء اذا كانوا من عقلاء في الحريه والتغيير او عقلاء في المجلس العسكري او عقلاء السودان يجب ان يتدخلوا، وكمان الوسط الافريقي يجب عليه انه برضه يوقف هذه الاشياء، لانه لما انت تعمل تصعيد وتقفل الشارع وكذا عشان تثبت للناس انك انت الاقوى، افتكر ان احنا في الاخر هدفنا السودان. نحن الان بنتكلم عن انه السودان يعني يتاكل من الاطراف، السودان الان مستهدف، السودان الان مستهدف، مناسبة استهداف السودان ده ما خطة حقت الليلة ولا سنة، بل الناس الان اللي مستهدفين السودان يعني بيساعدوا في تأجيج هذه النيران وينتظروا طبخة السودان على نار هادئة. فعلى الوسيط الافريقي انه يتدخل بقوة، وعلى عقلاء السودان انه يتدخلوا بقوة لوقف التصعيد، لانه في الاخر انا اقول انه في الاخر الخاسر هو السودان. الليلة ما في رابح، يعني ما لن تربح الحرية والتغيير ولن يربح المجلس العسكري، بل يخسر السودان ويخسر شعب السودان نتيجة هذه المماحكات وهذه التأخيرات. فعلى الجميع أنه يعني يستمعوا لصوت العقل وأنه يعني يأتوا إلى الصلح، والصلح دائما خير، ما في داعي الناس تصهر. وأنا عايز أقول حقيقة للطرفين أنه التاريخ لن يرحمه، وأن ذاكرة الشعب السوداني ذاكرة لن تشيخ، ولن ينسى الشعب السوداني لهذين الطرفين هذا التعنت. وأكرر أن الخاسر أولا وأخيرا هو السودان، ويجب أن السودان يكون يعني يسع الجميع والناس تصل فيه لحلول، بدل هذا التصعيد هنا وهناك، وده يعني يسيء إلى البيئة التفاوضية، بل أحيانا يدمر حتى البيئة التفاوضية.